الأستاذ سعيد الكبداني أستاذ التربية البدنية يومه بالذهاب إلى قاعة أساتذة التربية البدنية حيث يحضر درسه لليوم والمعدات الرياضية التي يحتاجها لذلك. بالنسبة لأطفال الحضانة تنزلهم المربية حتى مكتب أساتذة التربية البدنية، وهناك يستقبلهم الأستاذ ويرحب بهم، ثم يقسمهم إلى مجموعتين، المجموعة الرمادية والمجموعة البرتقالية، ثم يتجهون جميعا نحو الملاعب. يبدأون بعملية الإحماء المتمثلة في الجري الحر بالتناوب بين المجموعتين، يلي ذلك التدرب على عملية التنفس العميق لإدخال أكبر كمية ممكنة من الأكسجين للجسم. كنشاط رياضي بالمعنيين البدني والذهني، يقترح الأستاذ على الأطفال في هذه الحصة لعبة جمع الألوان، حيث يكلفهم بجمع القبعات الصينية حسب الألوان المطلوبة. وفي هذا النشاط تنمية لمختلف الذكاءات عند الطفل، حيث يتعرف على الألوان، يراجع الحساب، ويعادل بين السرعة والهدف المحدد وكيفية الوصول إليه. زيد شحال هذا؟ 8 يا حسن جدا. زيد هذه شحال هذا؟ 9. زيد مزيان. 10. حسن جدا. هذا شحال هذا؟ 11. برافو ممتاز. زيد حسن جدا. حسن جدا 13. يلا يأتي بعد ذلك دور لعبة الدوائر، والتي يكون عددها أقل من عدد الأطفال، وعلى كل واحد محاولة التموقع داخل دائرة، علما وأن الأخير الذي لا يجد له دائرة يغادر ويخرج من اللعبة. وفي هذا تنمية للذاكرة وحس الاتجاه والاستراتيجية لدى الأطفال، والكل في قالب مسابقة مسلية. جنات برافو 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 مكانك. اللعبة الأخيرة بالنسبة لأطفال الحضانة هي لعبة الجمود، إذ يتعين على كل طفل أن يظل واقفاً جامداً بلا حركة ولا كلام، رغم محاولات الأستاذ لحمله على الحركة والكلام. باي باي شكراً بزاف. لا خسرتي خسرتي. باي باي خرمزيونا ديلك. وفي هذا تنمية لقدرات الطفل على التركيز والصبر والمثابرة. وعند انتهاء الحصة يشارك جميع الأطفال في إعادة المعدات إلى المستودع، وهذا نشاط تحسيسي بالمسؤولية والمشاركة. تنظم المؤسسة سنوياً دوري لكرة القدم يشمل تلاميذ الابتدائي ذكوراً وإناثاً، فهؤلاء مثلاً تلاميذ أقسام المستوى الأول ابن بطوطة وابن طفيل والشريف الإدريسي. الذين يتنافسون على الرتبة الأولى شأنهم في ذلك شأن كل مستويات الابتدائي.
يظهر الآن تلاميذ المستوى السادس. ولا يخفى على أحد أن الأطفال في سنهم يلعبون بحماس أكثر ويتنافسون بأكثر حدة ويتعاملون مع اللعبة بحسب قوانينها التي يشرحها الأستاذ ويذكر بها. عندي مقابلة واحد الماتش ونلعب ضد الخامس وعندنا كلش مزيان صحابي ونلعب ضد تتعدد الأنشطة الرياضية في كل المستويات. فهذا قسم الثالث ابتدائي أثناء حصص الجمباز، ويمارس التلاميذ هذه الرياضة في القاعة المغطاة أو في الهواء الطلق حسب حالة الجو. أما هؤلاء فهم تلاميذ المستوى السادس يتدربون على رمي الجلة. تمتد الأنشطة الرياضية إلى خارج المؤسسة، حيث يشارك التلاميذ في مختلف المسابقات والبطولات المدرسية والجهوية. هذه السنة مثلت فئة الصغيرات لكرة السلة المؤسسة في البطولة الإقليمية وفزنا بها، ثم البطولة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة وفزنا بها أيضا. وترشحنا بذلك إلى دور البطولة بين الجهات وحصلنا على المرتبة الثانية. لكرة السلة فئة الصغيرات بالتمثيل.